ومشاهدينا هسه ويانا مباشرة الدكتور ظافر أمين حتى نتعرف ويا أكثر بخصوص الأطروحة اللي قدمها. يسعد صباحك دكتور، نورتنا بصباح دجلة. يسعد صباحك دكتور، أهلا بك بصباح دجلة، نورتنا. صباح النور، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم دكتور، احنا بالبداية حابين تعرفنا على اختصاصك يعني اكثر، وتعرفنا على حضرتك اكثر. طبعا احنا يعني فخورين جدا انه عندنا دكتور عراقي، يعني احنا خلينا نقول مو بس فخورين، نطمح همنا كل الدكاترة ان شاء الله يوصلون لهذا الشيء ويحققون الاشياء اللي احنا تشرفنا ببقية الدول ان شاء الله. الله يبارك بيك، نحمد الله ونشكر على كل حال. الدكتور ظافر أمين جبار الموسوي، تدريسي في كلية التمريض جامعة الكوفة، دكتوراه في العلاج السلوكي لأطفال التوحد. نعم دكتور، احنا حابين ايضا نعرف، تحكي لنا شوية عن مرض التوحد وشلون الأهالي يعرفون انه هذا الطفل سليم من التوحد او عنده توحد. طيب، عادة اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي عصبي يؤثر على محورين أساسيين، المحور الأول اللي هو التواصل والتفاعل الاجتماعي، والمحور الآخر اللي هو السلوكيات النمطية أو الاهتمامات والفعاليات التكرارية. هذا بشكل عام ما يخص اضطراب طيف التوحد. وأيضا هنالك مشاكل أخرى وسلوكيات أخرى قد تسود حالات أو أطفال طيف التوحد بشكل عام. نعم. طيب دكتور، يعني الأطفال اللي يعانون من التوحد أو عندهم سلوكيات أخرى، يعني من أي عمر إحنا نقدر نحدد إنه هم عندهم هذا الشيء؟ يعني ممكن الأهالي يلاحظون هذا الشيء من مثلا خلينا نقول من سنة أو أقل حتى يقدرون يعالجون هاي المشكلة عند الأطفال؟ حسب المنظمة الأمريكية النفسية لسنة 2022 بالإمكان أن يشخص أو يحدد اضطراب طيف التوحد أو الطفل التوحدي من عمر سنة ونص إلى 3 سنوات. نعم. دكتور احكي لنا شوية عن دراسة حضرتك، إلى شنو توصلت وشلون توصلت هاي النتيجة؟ الأطروحة بشكل عام حقيقة تناولت العلاج السلوكي لأطفال طيف التوحد. نعم. استهدفت بعض المشاكل السلوكية اللي موجودة أو نعتبرها شائعة لدى أطفال التوحد، البعض يعتبرها هي المشاكل السلوكية العائقة لطفل التوحد للاندماج أو الانخراط بالمجتمع أو التأثير أو التفاعل مع البيئة المحيطة بشكل عام. نعم. فبالتالي استهدفنا هذه المشاكل السلوكية التي تتجاوز الحاجز الذي يعيق الطفل بالتفاعل مع أطفال طيف التوحد بشكل عام. نعم. طيب دكتور، هل كانت نتائجها مرضية من الناحية العملية؟ وشو شفتوا التغييرات اللي تصير على الأطفال بعد هذه يعني بعد العلاج لهم؟ خلال هذه الفترة اللي هي 6 أشهر استهدفنا المشاكل السلوكية اللي اعتبرناها شائعة لدى أطفال التوحد. صراحة البعض من عندها يعني اختفى تماما بالنسبة للمشاكل السلوكية اللي يمتلك الطفل التوحدي، وأكيد يعتمد ما بين طفل إلى طفل آخر. بالإضافة أكو بعض المشاكل السلوكية يعني حد من شدتها بشكل عام، والنتائج اللي ظهرت خلال هاي فترة 6 أشهر للبرنامج التأهيل العلاج السلوكي لأطفال التوحد كان برنامج هادف للمشاكل السلوكية وحقق نتائج قد تكون على مستوى البحوث بشكل عام والأطاريح ورسائل الماجستير على مستوى العراق، قد تكون من الأولى الدراسات التي تستهدف المشاكل السلوكية وخاصة المشاكل اللي قد تكون معقدة نوعا ما مع أطفال التوحد. احنا بشكل عام نعتبر الطفل التوحدي هو ما يسود مشاكل سلوكية، فبالتالي اختراقنا لحالة الطفل التوحدي كان من خلال برنامج علاجي سلوكي مبني على بعض الاستراتيجيات التي استهدفت شدة هذه السلوك وحتى اختفائها. نحمد الله ونشكر على كل حال. الحمد لله. دكتور، يعني أنت مثل ما عرفنا أنه هي أولى دراسات على مستوى البلاد، أنت برأيك أنه أكو شغلات مثلا بعد لازم مثلا تتعمق بها تبحث أكثر بها بهذا المرض، لو لا أنت شايف أنه هاي الدراسة هي كاملة
سهلة وجاهزة حتى نطبقها بشكل كامل بالبلاد. أحسنتي بالضبط ست، أنه عادة التأهيل أو العلاج بشكل عام لأطفال التوحد هو يرتكز على مجموعة مناهج. المنهج الأول واللي أخذ تقريبا البدايات بالتأهيل هو العلاج السلوكي اللي استهدفناه احنا من خلال أطروحة الدكتورة. هذه نقطة. هنالك الستة مناهج أخرى ضرورية جدا بالتأهيل مع أطفال التوحد، ونحن يعني نعول عليها بالتأهيل أو بعلاج أطفال التوحد. المنهج الآخر اللي يأتي بعد العلاج السلوكي هو المنهج النمائي. بعض الأطفال يمتلكون مشاكل حسية بشكل عام لها علاقة بطريقة النماء أو التطور لدى الطفل. المنهج الآخر المنهج التربوي، المنهج الذي يأخذ حيز واسع بتأهيل الطفل واندماجه في المؤسسات التعليمية وإكمال المهارات الأكاديمية بشكل عام. المنهج الآخر المنهج الدوائي، والذي يعتبر من المناهج الرئيسية بتأهيل أطفال التوحد. في بعض الحالات أطفال التوحد يعني لا يستقرون ولا يتأهلون ولا لديهم القدرة على التفاعل أو العلاج السلوكي إلا تخفيف من هذه السلوكيات من خلال بعض الأدوية المصرح بها من قبل المنظمة FDA الدوائية الأمريكية. نعم. طيب وأيضا دكتور، هنالك مشاكل عفوا أخرى بالإمكان يجب أن نعم تكون مع أطفال الطيف التوحد. نعم. طيب دكتور، يعني إحنا حتى هذه الأطروحة يستفادون من عندها الأطفال بشكل أكبر، هم أنا يمكن الأهل بالبيت لازم يكون عندهم معاملة خاصة للأطفال. يعني أنا حابة أخذ من عندك نصائح توجهها للأهالي اللي عندهم أطفال يصابون مصابين بالتوحد، حتى يعرفون هم أنا أنه شلون يتعاملون ويا أطفالهم ويساعدوهم يحسنون من حالتهم أحسن. أحسنت بالضبط. هنالك بعض الإرشادات والنصائح والتوجيهات من الضروري جدا، ونحن وضعنا هذه الإرشادات ضمن أطروحة الدكتوراه عفوا، يجب أن يلتزم بها الأهل. نعم. من خلال المنهج أو المناهج العلاجية التأهيلية المتبعة، بمعنى أنه الطفل في مراكز التأهيل بشكل عام يأخذ خطط معينة، فيجب أن يكون لدى الأهل دور أساسي بتكملة هذه الخطط، لأنه لا ممكن أن نصل إلى مراحل متقدمة من التأهيل بدون وجود الأهل أو تعامل أو تعاون الأهل مع العلاج التأهيلي أو السلوكي بشكل عام. نعم. دكتور، دائما احنا نقول الوقاية خير من العلاج، انت انطينا بعض النصائح ايضا للأهالي اللي عندهم اطفال حديثي الولادة، شنو المعاملة اللي لازم يتم، شنو الشغلات اللي لازم يمتنع عنها الطفل حتى لا يتعرض لهذا المرض لا سمح الله؟ نعم بالضبط. هنالك بعض العوامل الوقائية قد نعتبرها نتيجة العوامل اللي هي ساهمت باضطراب طيف التوحد بشكل عام. احنا تحدثنا سابقا عن موضوع التعامل والتأهيل لأطفال طيف التوحد. الآن عندما يكون الطفل سليم أو التنشئة الصحيحة للأطفال الأسوياء بشكل عام، فيجب أن نتوقع أو نأخذ الحذر من بعض العوامل. جزء من هاي العوامل اللي شكلت دور وأخذت بعض البحوث طابع أساسي بها اللي هي الشاشات الرقمية، المتابعة أو المشاهدة الكثيرة للشاشات الرقمية. هذا يعتبر عامل مساهم كبير باضطرابات طيف التوحد. العوامل الأخرى اللي هي قد تكون المشاكل الأسرية، طريقة التعامل مع الطفل، أيضا الاهتمام والرعاية اللي قد تكون زائدة، أو الاهتمام اللي نعتبره شاذ بالتعامل مع أطفال طيف التوحد. فهذه الأمور بالإمكان أن تشكل يعني دور أساسي بالوقاية مع اضطراب طيف التوحد. نعم. شكرا لك دكتور. شكرا على المعلومات اللي قدمتها، وإحنا كنا سعيدين بوجودك ويانا اليوم بصباح دجلة. الله يسلمكم. شكرا جزيلا. طبعا الحديث كبير حول اضطراب طيف التوحد، ولكن باختصار ما توصلنا عليه. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك دكتور. الفرصة وبالتوفيق دائما.